لكن خلينا كمان نطلع ببعض الايجابيات. يعني سهام قالت المستوى الرائع اللي بيظهر بيه الشناوي من خلال اداء اكتر من رائع. كمان بنتكلم على اجاييه، اعتقد الشناوي اجاييه من افضل اللعيبه موجودين في ارض ملعب امبارح. عوده اجاييه، اول خلي بالكم اجاييه اول مباراه في الدوري ليه بالنسبه له بعد عوده، يمكن غاب 3 شهور، اشترك في بعض المباريات في كاس العالم للانديه، لكن اول مباراه اعتقد عمل مباراه على اعلى مستوى. الايجابيات كمان انك في صراع، انك بتسابق، بمعنى انك عندك بعض المباريات المؤجله وبالتالي لازم تسبق ولازم تحصل ال3 نقاط. ده كان مهم جدا. يمكن كمان تعثر نادي الزمالك النهارده مع تعادل مع وادي دجله كمان بيقرب ان شاء الله للنادي الاهلي، عنده كمان مباراتين مؤجلتين ان شاء الله باذن الله بالفوز يوصل لقمه الدوري.